السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم في قناه فاطمه النزبيه. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم هذه الخويميه هذه. ان شاء الله صوبتها غير بوحديتي في الدار، عندي زجاج كبيان ديال الباكو، وقلت علاش لا ما نديرش واحد الخميه هكا. المهم انا ما تقبت لها ما حتى شي حاجه، كيف ما كتشوفوا واحد غير في الباب ديال الباكو. نتمنى لا فيديو يعجبكم وتابعوا معايا الطريقه ديال الخياطه وفرشه ممتعه. بالنسبه اخواتي الطريقه ديال الخياطه ديال هاد الخميه هادي، يعني تشوفها هو عندنا، غندور معاه كامل سنتيم ديال الخياطه هكا، نطوي هكا كما كتشوفوا، وغادي نعاود نطوي هكا عبار ديال الصباط سنتيم، هذا عبار ديال الصباط هكا الاخوات صافي. وغادي ندور معاها كاملة غير شوية، هكا أخواتي طريقة سهلة والله العظيم، كتجي زوينة بزاف، خمية سامبل وتسترنا هكا في الليل. المهم البنات انا غندور معها كامل هاد الخميه هكا ونتلاقى معكم. المهم اخواتي بعد ما دورتها كامله خيطتها هكا كيف ما كتشوفوا هكا، دابا غنشدها هنا على الوجه، هذا الوجه ديالها، وغادي نعبر هنايا باش غادي ندير واحد، غادي نسدها من هنا من الجناب، يعني فين يبقى يدخل لينا هذاك القنت ديال الباب، حيت انا هادي يعني ما كنثقبش ليها، كنوحلها غير في الباب وكيجي المنظر زوين ديالها، ما كنثقب لا ما والو في الحيط. غنعبروا هنا واحد 5 سنتيم، هي اللي عندي في هذيك الحديده اللي خارجه ديال الباب ديال البالكون هكا، غادي نعبروا هنا 5 سنتيم، ها هي جات هنايا هكا، ونشدو التوب على الوجه باش تجينا الخياطة لداخل هكا الأخوات صافي، وغادي نخيط. هكا صافي وغادي نقلبو هكا، هاهي غتجاتنا هنايا بحال هانتوما كتشوفو. غندير حتى الجهة الأخرى هكا، غادي نعبر بلا سنتيم، غادي غير ناخد العبار غير مع الجهة الأخرى هكا، قادو هكا البنات هما قد صافي ونخيط. نخيطو على الحرف، يعني ماشي ناخدو سنتيم لا، نديرو مارشين مزيان. صافي البنات هادي تا هي خيطتها صافي، قلبوها مزيان بهاد الطرنوفيس هكا القنيسات. هانتوما كيف ما كتشوفوا تجي هاك، هادي هي اللي غندخلها في الباب هاك، تجي هاك البنات هادي حتى هي نقلبوها مزيان هاكا، كتجي مزيونه ما نتقبولها في الحيط لا في الحيط لا والو، هادي غنوحلوها غير في الباب ونزولوها ملي نصبنوها ثلاث توسخات. هانتوما غادي نصلحها هانتوما البنات، دابا هادي هي اللي كنلبسها للباب هكا، هكا البنات مزال غنزيد نطيح هنا، غندير ليها واحد الخياطة هكا
ندير عليه واحد الخياطه من هنا. دابا هذا هو القنص الفوقاني، يعني هنا كيدخل لينا الباب هكا. ندير لها واحد الخياطه من هنا، من هنا من الفوق هكا، نتلاقى معكم. المهم اخواتي، ها انتما كيف ما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل. هذا الخياطه اللي درت كتجي مزيونه بزاف. صافي دابا ساليتها، غادي غير نقيها من الخيط صافي نصلحها. دابا البنات عندي لها واحد الباندا باش نجمعها، لحقاش هذه درتها غير على قبل الليل. المهم اخواتي، بعد ما كملنا الخاميه دابا غادي ندير هاد باش غادي نحزمها نولي نجمعها بالنهار، وغير في الليل اللي نطلقوها بما ان الزاج كيبين غير بالليل، يعني نولي خصني بالنهار نحزمها باش ما تظلمش ليا الكوزينه. عندنا هاد الطريف هذا هكا، يعني دائما انا المهم ما عطيتكمش العبار حيت كما قلت لكم على حساب الخاميه اللي عندكم في الدار. انا عندي يعني ماشي شرجم، راه غير الباب ديال البالكو كيبين. المهم نشدو هذه هكا، غادي نطويوها هكا اخوات، وغادي نخيطها من هنا بسم الله. نقادو البنات، صافي نخلي غادي نخيط حتى لهنا، ونخلي واحد الفتيحه باش منين نقلب هاد السينتا هادي. باش تجينا الخياطه داخل ما يجيناش العيب، صافي غادي نقلب هكا. انتما معايا؟ المهم اخواتي انا قلبتها، هاي الفتيحه منين قلبناها. دابا غادي ندور معاها بالخياطه، صافي نخيطو الفتيحه هكا. بهاد الطريقه مكيجيش يبان العيب نهائيا. باش تجي الخياطة فوق الخياطة ما يجيش العيب نهائيا هكا البنات. دابا غادي نصاوب ليها هاد الوريضة هادي هكا، غنديرها هنايا الفوق باش ملي ندير وسط هاد البونجة هادي باش تجي شوية غلاودة تجي باينة، باش ملي هكا نسدو تبقى تبان لينا هادي هكا اخواتي. وباش غادي نسدو وندير هاد هاد الوسطة هادي عارفينها، والله ما عارفه شنو سميتها، كنشريها وما عارفاش ديما دائما كتلف ليا هكا باش نسدو. يعني وحده غنديرها هنا وحده غنديرها هنا هكا البنات هكا باش نسدو شوفي تسد لينا هادي هكا، وتبقى باينه غير هادي من هنا من القدام. المهم انا غادي نخيطها وتما. المهم اخواتي هي خياطتها هكا، وكنولي نسدو هكا. هكا دابا البنات غنخيط هاد الوريده هادي ونطلق معاكم باش نديروها هنايا الوسط. بالنسبه لهاد الوريده البنات غنشدو هاد الطريف ديال البونج هذا نحطوه هو الاول، وغادي نحط الثوب الوجه الفوق كيشوف فيا هكا. وهاد الطريف الاخر حتى هويا
الوجه مع الوجه هكا صافي. وغادي نخيط ونخلي واحد البليصه منين نقلبها مفتوحه. المهم اخواتي بعد ما قلبتها تجي على هذا الشكل. هذا هي البليصه منين قلبتها محلوله. دابا غادي ندور عليها بالخياطه ونتلقى معاكم. المهم اخواتي خيطتها من الجناب وعندي هنايا هذا البي هذا مخيطه. راه عندي الطريقه ديال الخياطه ديالو في الفيديو السابق ديال اكسسوارات المطبخ. ساهل غير طريب ديال الثوب من هذا صافي. كنخيطو هكا وكنشدو هاد الوريده هادي هكا هانتوما باش عطينا شكل وريده هانتوما. هانتوما اخواتي هكا كنحاولو نقادوها هكا باش يعطينا شكل وريده هكا. المهم البنات انا غادي نخيطها من هنا نشدها هكا ويجيونا قد قد هاد الروس هذا هكا. وغادي نخيطها من هنا هادو غادي نجمعهم هكا الوريدات هادو هكا. غادي نحاول نجبد مزيان وغادي نخيط ماشي. اوكي جينا هاد الشكل ديال الوريده هانتوما كيف ما كتشوف كتجي زوينه بزاف. المهم انا غادي نثبتها هنا وهانتوما معايا. هانتوما اخواتي الطريقه باش غادي نثبتها غادي نخيط من هنا فوق هاد الخياطه باش ما يجيناش العيب من هنا حيت هنا غليظه ما يمكنش لينا نخيطوها سينو غادي نديروا ليها اللصقه ولا شي حاجه. لا وحنا هادي بغينا يعني نبقاو نصبنوها عادي جدا. شفتوا كي كتجي كتجي زوينه. المهم انا غادي نخيطها وانتم معايا. المهم اخواتي هانتوما هذا هو الشكل النهائي. هانتوما البنات كتجي على هاد الشكل هذا. المهم هادو راه نقصت منهم خليتهمش طوال بزاف. شوف هكا جاو مزيونين هانتوما كيفما كتشوفو. وهنا هانتوما هانتوما اخواتي كتجي زوينه بزاف. المهم يالله نمشيو نشوفو الشكل النهائي ديال هاد الخميه هادي. المهم اخواتي ها هو الشكل النهائي ديال هاد الخميه هادي اللي شاركت معكم اليوم. كتجي على هاد الشكل هذا. شوفوا شوفوا هاد الوريده كيفاش كتجات. يعني حاجه سهله وبسيطه بحال هكا نقدروا نزينوا بها الكوزينه ديالنا. وانا الصراحه درتها لحقاش هنا عندنا هنا هاد الزاج هاد المرايه كيبين في الليل كنوليو نبانو مثلا هادوك الجيران اللي قبالتنا يعني اللي دايز من هنا كنبانو ليه وصافي. ودرت كنت دايره واحد البلاستيك هنايا راه كنت شاركته معكم في جوله في مطبخي المتواضع عندي في لا فيديو اللي كنحيدته صافي. وهكا احسن هذه من زعما ديكور في الليل صافي كنطلقوها كتبان زوينه يعني كتضرب وبلا ثقيب بلا حتى شي حاجه. وحالتها غير في الباب كيف ما كتشوفوا راني ما ثقبت ليها ما حتى شي حاجه ما كاين لا ثقيب لا والو. كتجي على هذا الشكل هذا اخوات. هانتوما حنا غادي نحلوها هكا كتجي هكا يعني كتسترنا الحمد لله. الله يسترنا ويستركم دنيا واخره. كتجي زوينه هكا صافي البنات. ومن بعد كان هكا اخواتي وكنجمعوها هكا بهاد اللعيبه هادي يعني غير من الشياطه ديال الثوب راه ماشي شي حاجه. كتجي زوينه على هاد الشكل هذا وكيجي فيها المنظر غزال. المهم اخواتي وعندي هادو ديال المساكات ديال الثلاجه هاد اليدين هادو هادو حتى هما صيبتهم يعني غير من الشياطه ديال الثوب. الصراحه كيجيو على هاد الشكل هذا نتوما كيف ما كتشوفوا كيجيو زوينين بزاف. هادو شفتوا يعني درت نفس الديزاين اللي درت لهادي يعني افكار وصافي شي حاجه اللي هي بسيطه جدا اي سيده ممكن ديرها يعني في الدار على هاد الشكل هذا. درت جوج لان الثلاجه فيها جوج ديال البيبان. هانتوما كيف ما كتشوفوا كيجيو زوينين حتى هما. شي نهار ان شاء الله ندير لكم شي لا فيديو هكا البنات. هانتوما كتشوفوا
ساهلين وزوينين، وحتى المنظر كيجي زوين بزاف، كيجي غزال، راه مبسط بزاف. ان شاء الله نشاركهم معكم هادو حتى هما، وكنزين هكا بشويه بشويه الكوزينه ديالنا. وهنا البنات درت هاد الليغو، هادي راه كنشاركتهم معكم، هادي والله العظيم كاع ما كنخدم بها، هادي راه غير كديكور وصافي. دخلت في الكوزينه هاد اللون، هاد لورونج، هذا زوين ويعني فروجي كيف ما نقولوا. وهادشي اللي كاين الاخوات. المهم نتمنى لا فيديو اليوم يعجبكم، واذا عجبكم ما تنساش انكم تبارطاجيو مع الاخوان والاخوات، وما تنساوش تشجعوني باللايكات والتعاليق الزوينه ديالكم. في امان الله وحفظه، مع فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.